لكن أمنيتي معالي الوزير أنه هذه الفايلات اللي موجودة في أدراج الوزارة للناس اللي محتاجة وللناس اللي محتاجة فعلا وحقيقة أنه تساعدوها وتكملون إنجاز معاملاتها بأسرع وقت، لأن هذا شيء إنساني. راح أبين لك شيء. الناس اللي مقدمين عام 2016 أستطيع القول الآن هم 43,700 من النساء اللي هي ربات البيوت نساء، و 36,000 من الرجال. دولة من 2016 إلى الآن ينتظرون. حركنا هذا الملف وحنا للبحث الاجتماعي وسيحسم قبل نهاية السنة، يعني يستلمون رواتب دولة 43,000 عائلة. دولة كانوا متوقفين يعني لعدة أسباب، لكن إحنا حتى عندنا التخصيص المالي حتى نغطي هؤلاء. فتحرك هذا الملف لكل المحافظات الحمد لله، وسيتم لا يبقى أحد منذ عام 2016 ولا 17 ولا 18 ولا أيوم. يعني ننتظر على التقديم الجديد الآن. أما ملف 43,000 اللي هم ملف خلينا نسميه ملف 2016، هذا الملف سيحسم قريبا بالكامل.